هي أعراض الجلطة؟ شلون تتصرف إذا يعني شكيت أكو حالة، أو بالبيت، شارع، مجلس، بأي مكان أنت قاعد شكيت بأن الحالة عندها جلطة، شنو تتصرف وشنو تسوي؟ بداية شنو الجلطة؟ تخثر أو تكتل دموي يمنع وصول الدم والأوتو إلى الأنسجة والخلايا اللاحقة. يعني شلون؟ يعني الأنسجة اللي بعد الجلطة راح تتلف وتموت بسبب عدم وصول الدم والأكسجين. أين تحدث الجلطة؟ الجلطة تحدث بالدماغ، بالقلب، بالرئة، بالساق. موضوعنا اليوم هو الجلطة القلبية. شنو أعراضها؟ أهم ثلاث أعراض الجلطة القلبية، أول شيء ألم، يعني المريض يقول لك عندي ثقل بجهة اليسار، خدر، الألم يصعد عندك للفكين وللأسنان، صداع شديد، ضيق تنفس، عياء، يعني تعب كل الشديد، وتعرق بارد يصير، ونحوش شديد. ثلاث شغلات. أول شغلة الحبة تحت اللسان، إذا جات طفرة عندك تعطيها للمريض. الشغلة الثانية الأسبرين، الحب الأطفال، ممكن تعطي حبتين بس مو بلع مضب، يعني احنا نقول يقرطها قرط. الشغلة الثالثة تنقل أقرب مستشفى، إذا كان المريض يقدر يتحرك ممكن هو يروح، إذا كان أحد يمه يوديه. الوقت كلش مهم، كل ما وصل أسرع كل ما كان الشفاء والأعراض